مساء الفل، عايزك تصلي على النبي ونبدأ بسم الله. ويبدأ فيلمنا في أمريكا اللاتينية وتحديدا في دولة المكسيك، وبنعرف إن الفترة دي عمليات خطف الأطفال كانت كتيرة جدا، وطلب الفدية من أهليهم تقريبا بتحصل كل ساعة. ولو حاول حد من أهالي الأطفال المخطوفين إنه يبلغ الشرطة، عصابات الخطف بيعاقبوهم وبيقطعوا جزء من أجسام الأطفال المخطوفين زي ودنه أو صباعه. وبنروح لجون كريس الأمريكي وهو في طريقه للمكسيك علشان يزور صديق عمره القديم ري، ولما بيوصل بيقعدوا يتكلموا مع بعض ويفتكروا ايام الشقاوة. وبيعرف ري من كريس انه دلوقتي عاطل وما بيشتغلش بقاله مدة، وساعتها كريس بيسأله: تفتكر يا صاحبي ان ربنا هيسامحنا بعد اللي احنا عملناه زمان؟ قال له: طبعا لا، مفيش منه الكلام ده يا صاحبي. وقتها بنشوف رجل الاعمال صامويل قاعد مع المحامي بتاعه جوردون، وبيسأله عن اخر عملية خطف حصل فيها ايه. قال له: مفيش، اهل الطفل المخطوف بلغوا الشرطة، والعصابة لما عرفت قطعوا ودنه، واضطروا ساعتها يدفعوا الفدية، ورجع الطفل بس من غير ودنه. فيقول له صامويل: انا دلوقتي بقيت خايف على مراتي وبنتي طول الوقت. وبيعرفوا ان هو عامل بوليس التأمين على عيلته ضد الخطف، فبيقترح عليه جوردون انه يعين حارس شخص يحميهم، وخصوصا لان بوليس التأمين بتاعتك قربت تنتهي، وعلشان يجددها محتاج يعين حارس شخصي. فبيقتنع صامويل ويقول له تمام. وهنا ري بيقترح على كريس انه يشتغل حارس شخصي عند صامويل لانه صديقه وعارفه كويس، وبيعرفوا ان هو رجل اعمال غني وهيدفع له فلوس كتير. فيسأله كريس: ازاي واحد زي صامويل هيقبل يشغل حارس شخصي بيشرب طول الوقت ومدمن على الكحول؟ فيقول له ري: انت راجل محترف وعندك مهارات قتالية كبيرة، بس لازم تسيطر على نفسك في موضوع الشرب ده، وكل حاجة بعد كده هتبقى تمام. وفي نفس اليوم بيقابل كريس صامويل اللي بيكون مستغرب ان كريس قبل الوظيفة، بالرغم ان السيرة الذاتية بتاعته مليانة بالعمليات العسكرية ومكافحة الارهاب. فيعرفه كريس انه مدمن كحول، وده ممكن يخليه بطيء شوية لو حد حاول يخطف بنته. فيسأله صامويل: طب لو حد هاوي حاول يعمل كده هتعمل ايه؟ قال له كريس بكل هدوء: هقتله طبعا. فيطلب منه صامويل ما يبلغش مراته انه مدمن كحول لان ساعتها هتقلق. وبعدها بيوصلوا للبيت وبيدخلوا مع بعض، وصامويل بيعرف كريس على مراته ليزا اللي بترتاح ليه اول ما بتشوفه لانه امريكاني، وبتسأله: انت اشتغلت قبل كده حارس شخصي؟ قال لها ان هو اول مرة يشتغل حارس شخصي. فتقول له تمام، وبتنادي ليزا على بنتها بيتا وبتعرف على كريس، وبتطلب منها تاخد كريس وتوريه اوضته. فبتاخد بيتا كريس جول حوالين القصر وبتعرفه على البستاني والطباخة، وبعدها توريه اوضته وتعرفه ان اوضتها قدام اوضته على طول. وساعتها بيشوف كريس بغبغان محبوس في القفص، فبتقول له بيتا ان البغبغان ده بتاع اخر حارس شخصي كان شغال عندهم ونسي ياخده معاه، وبتقول له هسيبك بقى ترتاح، وبتمشي وتسيبه. ولما بتروح بيتا على اوضتها علشان تنام بتقول لامها انها مرتاحه لكريس، بس معرفش ليه انا حاسه ان هو حزين. فبتستغرب ليسا من كلامها. وتاني يوم كريس بيدرس خط سير مدرسه بيتا، وبيقرر قبل ما يروح يوصلها يحرر البغبغان من القفص. وفي الطريق وهو بيوصلها للمدرسة بتقول له بيتا انه حصل اكتر من 24 عملية خطف في الاسبوع اللي فات. فيقولها كريس: ما تشغليش بالك بالحاجات دي، انا دلوقتي هنا معاكي علشان احميكي. ولما بيوصلوا للمدرسة كريس بيمضي في دفتر الحضور، وساعتها بيتا بتشوف مديرة المدرسة وبتعرفها على كريس اللي بتلومه انه اخر بيتا عن ميعادها، فبيعتذر ليها ويعرفها انه لسه ما تعودش على الطرق هنا، وبيوضحها ويمشي. وبياخد كريس لفة في شوارع المكسيك لحد ما بيجي معاه خروج بيتا من المدرسة، فبيروح ياخدها وبيركبها على العربية علشان يروحها البيت. ولكن في الطريق بتلاحظ بيتا حروق على ايد كريس، وبتسأله عن سببها، فيقول لها: مفيش، ده مجرد عيب خلقي من ساعة ما اتولدت. فبتقول له بيتا العكروطة: انت بتكذب عليا، دي حروق وانا عارفاها كويس. فبيتعصب عليها كريس وبيقول لها: بقولك ايه، احنا مش اصحاب علشان نتكلم عن حياتي الشخصية معاكي، وان كل مهمتي هنا ان انا احميكي وبس. فبتزعل بيتا من كلامه وبتنزل تركب في الكرسي اللي ورا وهي ومقموصة. ولما بيوصل البيت بتروح ليزا تتكلم مع كريس وتعرفه ان بيتا حكت ليها عن اللي حصل ما بينهم، وان كل اللي كانت هي عايزاه تبقى صديقته. فيقول لها كريس: انتوا بتدفعوا لي فلوس علشان احميها مش علشان يبقوا اصحاب. فبتتضايق ليزا من رده وتقول له: معاك حق. وبتعرفه انها هتروح معاهم في العربية بكرة وهو بيوصل بنتها للمدرسة. بعدها كريس بيكون في حالة نفسية سيئة وبيشرب كحول كتير، ويفضل يفتكر كل الناس اللي قتلهم زمان لدرجة انه بينهار ويحط رصاصة في المسدس بتاعه ويضرب النار على راسه. بس كريس بيتفاجئ ان الرصاصة مخرجتش، وبيعرف ان هو مش مكتوب له يموت دلوقت، فبيشيل الرصاصة اللي كان عايز ينتحر بيها في علبة الكبريت. وتاني يوم كريس بيوصل بيتا لتمرين السباحة وبتكون امها معاها، وبياخد باله في الطريق ان في عربية ماشية وراهم من ساعة ما طلعوا من البيت، فبيطلب من بيتا قلم علشان يكتب رقم العربية، ولكنه ما بيعرفش لانه بيسوق وكان هيخبط في عربية تانية. بس بيتا العكروطة بتكتب رقم العربية في دفترها وبتخليه معاها. ولما بيوصلوا لتمرين السباحة كريس بيفضل يراقبها وهي بتتمرن، وبعد ما بتخلص بتقول له بيتا انها عمرها ما بتفوز ودايما بتطلع المركز التالت. فيقول لها كريس انها سباحة شاطرة وانها محتاجة شوية وقت،
وفي الطريق بتعرفوا بيتا انها عندها بطولة سباحة بعد 3 اسابيع واكيد هي هتخسرها، فيقول لها كريس انها سباحة سريعة ولكن كل مشكلتها انها بتنط متأخر من نقطة البداية، وعلشان تكسب لازم تحل المشكلة دي. وبالليل بتنادي بيتا على كريس من اوضتها وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وقت كبير، وبتفرح بيتا انها قربت اكتر من كريس وعلاقتها معاها اتحسنت. وتاني يوم الصبح صامويل وليزا بيكونوا مسافرين في شغل وبيسيبوا بيتا مع كريس كام يوم، فيقرر كريس في كام يوم دول يدرب بيتا على السباحة وانها ما تخافش من صوت طلقة البداية وكمان تنط في المية اسرع. وكل يوم بيعدي كريس بدأ يقرب منها اكتر وبقى يساعدها في حل الواجبات بتاعتها، بيذكر لها كل دروسها المدرسية، وبنلاحظ ان هما بقوا اصدقاء وبيهزروا مع بعض طول الوقت. وبعد كام يوم بيرجع صامويل وليزا للبيت وبيكونوا جايبين لبنتهم كلب هدية، فبتفرح بيتا جدا بيه وبتفضل تلعب معاه طول اليوم. وبتلاحظ ليزا ان كريس وبيتا قربوا من بعض اكتر وبتفرح ان بنتها بقت سعيدة وان هما بقوا اصحاب. ويوم مسابقة السباحة بتاعت بيتا بيروح كريس معاها ويفضل يشجعها، وبتفتكر كل تدريبات كريس وكلامه وبتنط اول ما بتسمع طلقة البداية، وبتقدر بيتا تفوز بالمركز الاول وما كانتش مصدقة، وبتجري على كريس وتحضنه وساعتها كريس بيكون فخور بيها. بعدها بياخدها كريس عند ري صاحبه وبيتغدوا مع بعض، وبتقدم له بيتا سلسلة هدية وبيفرح كريس بيها وبيشكرها. وتاني يوم بتروح بيتا درس البيانو بتاعها مع كريس، وبتحكي لكريس انها في اليوم اللي كانت ماشية وراهم العربية هي سجلت نمرتها في الدفتر بتاعها ولكن ملحقتش تكتب اخر رقم. قال لها يا بنت الايه انت عكروطة. ولما بيوصلوا لدرس البيانو بيستناها كريس مع كلبها في الشارع قدام البيت لحد ما تخلص الدرس، وساعتها بيلاحظ كريس حاجة غريبة وان في عربية شرطة بتيجي تقفل نهاية الشارع، وبينزل منها شرطيين بيراقبوا المكان وبياخد باله من نفس العربية اللي كانت بتراقبهم وقفت قدام البيت اللي بيتا بتاخد فيه درس البيانو. وفي نفس الوقت اللي بتخرج فيه بيتا من باب البيت بتنزل ناس من العربية علشان يخطفوها، فعلى طول يجري كريس ناحيتها وبيطلب منها تهرب بسرعة وبيبدأ يشتبك معاهم ويضرب عليهم النار، لكن بياخد طلقة في كتفه ولكن ده ما بيوقفهوش، وبيقدر كريس يقتل الأربعة منهم شرطين فاسدين، بس العصابة بتضرب النار عليه كذا مرة لحد ما بيقع على الأرض، فبتجري بيتا عليه وهي بتصرخ لكن العصابة بتخطفها وبتهرب من المكان بسرعة. بعدها كريس بيروح للمستشفى وبيكون الصحافة هناك، ورئيس الشرطة بيتهم كريس انه قتل رجالة الشرطة ولفقوا ليه تهمة خطف بيتا. في نفس الوقت أليسا بتكون منهارة في البيت وخايفة على بنتها جدا، وبيتصل واحد من العصابة بصامويل وبيطلب فدية 10 مليون دولار مقابل يرجع له بنته، وبيديله العنوان اللي هيسلم فيه الفلوس، وطلبوا منه يحط الفلوس في شنطتين ويسيبهم في عربية مركونة في الشارع، بس الشرطة بتكون محضرة كمين للعصابة وبيقتلوا واحد منهم أول ما بيوصلوا، وبقى العصابة بتسيب الفلوس وبتهرب. بعدها الخاطف بيتصل بصامويل وقال له أنت غدرت بيا والشرطة قتلت ابن أخويا وعلشان كده هنقتلك بنتك ونبقى كده خالصين، ويقفل الخط. فبتنهار أليسا وتقول لهم أنتوا السبب. في الوقت ده بيروح مدير التحقيقات ميجان اللي ماسك قضية كريس وبيهربوا من المستشفى، وبيعرف ري انه اضطر يعمل كده لان كريس قتل 2 من عناصر الشرطة واكيد باقي زمايلهم هيكونوا عايزين ينتقموا منه ويقتلوه، فبياخد ري كريس لبيت امن لحد ما يتعالج ويقدر يقوم. وبعد كام يوم ري بيعرف كريس ان العصابة قتلت بيتا، فبيتصدم كريس وبيحزن على موت بيتا وبيفضل باصص على السلسلة بتاعتها، وبيروح للمحقق ميجان وبيوريه صور رجالة الشرطة الفاسدين، فبيتعرف كريس على واحد منهم وبيقول له هو ده، فيقول له ميجان ان كل رجالة الشرطة دولت محميين من رابطة اسمها الهارمندات مش هنقدر نعمل لهم حاجة لانهم ناس واصلين. وبعد كام يوم بيتحسن كريس وبيقرر ان هو ينتقم، وبيقول لري ان اي حد ليه علاقة بقتل بيتا او كسب من موضوع خطفها هو هيقتله، وبيروح للمكان اللي بيتا اتخطفت منه ويفتكر كل تفاصيل الخطف، وفجأة بتجيله صحفية اسمها مارينا وبتقوله انها هتساعده علشان يكشفوا فساد رابطة الهارمنداد، بتسيب له رقمها علشان يتواصل معاها. بعدها بيطلب كريس من ري انه ياخدوا الأوضة بيتا في القصر، ولما بيدخل الأوضة بيفتح دفتر الملاحظات بتاعتها وبيلاقيها كاتبة رقم العربية اللي كانت ماشية وراهم بس بيكون النمرة ناقصة رقم. وقتها بتدخل عليه ليزا فيعرفها كريس ان هو جاي ياخد حبة حاجات وهيمشي، بيوعدها ان اي حد كان متورط في خطف بيتا هيقتله مش هيسمع عليه. وبيروح كريس مع ري لتاجر أسلحة وبيشتري أسلحة كتير، وبعدها بيتصل بصحفية مارينا وبيديها رقم العربية اللي في دفتر بيتا وبيقول لها ان هو ناقص رقم وبيطلب منها تساعده وتعرف الرقم اللي ناقص، وفعلا بتقدر مارينا تعرف رقم العربية من المحقق ميجان وبتبعت لكريس وتعرفه عنوان صاحب العربية. فبيروح كريس للمكان ولما بيشوف صاحب العربية بيركب جنبه ويهدده بالسلاح، فيقول له الراجل انت عارف انا مين؟ انا ضابط شرطة واسمي جورج. قال له ولا يفرق معايا وتحرك لقتلك حالا، وبياخده وبيروح بمنطقة مهجورة، وهناك كريس بيربط ايديه في دركسيون العربية
وقال له: ها بقى، عايز أعرف اسم كل واحد كان مشترك في عملية خطف بيتا، لإما أيامك هتكون صدى معايا. وكان كل ما جورج بيرفض يجاوب كان كريس بيقطع صباع من إيديه وبعدها بيكو الجرح بالولاعة. وساعتها جورج بيعترف إن هما بياخدوا أوامر من راجل بيطلقوا عليه اسم الصوت، بس هو ولا عمره شافه ولا يعرف شكله، بس كل اللي يعرفه إن هما سلموا بيتا للراجل اسمه الحارس وبيديله أوصافه وعنوان مكان شغله. وبعد ما بيعرف كريس كل حاجة بيقتله وبيرميه وهو جوه العربية من فوق الجبل. بعدها بيوصل محقق ميجل لمكان الحادثة وبيعرف إن دي جثة جورج وإن كريس بدأ انتقامه. وبالليل بيروح كريس لمكان شغل الحارس وبيلاقي ديسكو، وأول ما بيدخل بيثبت الراجل المسؤول عن دخول الناس للديسكو وبيطلب منه ياخده لمكان الحارس ليه ما هيقتله. وأول ما بيوصله بيرفعهم بالبندقية وبيربط إيدين الحارس والراجل وكمان الست اللي بتساعد الحارس وبيسألهم عن بيتا. ولما بيرفض الحارس يتكلم كريس بيخلص على الراجل اللي وصله علشان يخوفه وبيرجع يسأله تاني، فبيعترف ويقوله إن كل الأوامر بتجيله من خلال التلفون وإنهم بيدفعوا ليهم بس 200 دولار كل أسبوع لما بيسلموا الأطفال المخطوفين، وأنا بستلم الفلوس عن طريق الفيزا دي. ولما كريس بيطلع صورة بيتا وبيسأله عنها بيقوله الحارس إن الزعيم اللي بيطلقوا عليه اسم الصوت قتلها لأنه كان متضايق جدا، وده بعد ما عرف إن الشرطي فونس اللي شغال في إدارة مكافحة الخطف سرق فلوس الفيديا من العصابة لما صامول سابها في شنطة العربية، وعلشان كده الزعيم اتضايق وقتل بيتا. فبيغضب كريس وبيقتل الحارس بكل برود، فالست بتخاف منه وبتعرفه إنه أخو الزعيم هو اللي قتل بيتا. وبعدها بتاخده وبتروح بيه لغرفة في الديسكو وبتوريه بنت مخطوفة تانية، فبياخد كريس البنت والست وبيقرر يخرج من الديسكو. بس قبل ما يخرج بيولع في الأوضة كلها وبيفتح الغاز وهوب ينفجر المكان كله، وبيتصل بالصحفية مارينا علشان تاخد البنت وتسلمها لأهلها. ولما بتوصل بيسلم البنت ليها وبيديها كارت الفيزا بتاع الحارس وطلب منها تعرف مين بيحول له فلوس على الحساب بتاعه. وآه صحيح، في حاجة تانية عايز أسألك عليها، أنت تعرفي شرطي اسمه فونس؟ فتقول له مين ما يعرفوش، ده شرطي فاسد ومتهم بغسيل الأموال، ده غير إنه عنده قضية قتل من 3 سنين، بس للأسف مفيش أي دليل ضده. قال لها: أنا مش محتاج دليل. بعدها مارينا بتقابل المحقق ميجان وبنعرف إن هما على علاقة، وبتدي له كارت الفيزا بتاع الحارس علشان يجيب لها كل المعلومات عن الراجل اللي بيحول له فلوس. والتاني يوم بيروح كريس قدام اسم الشرطة اللي شغال فيه فونس وبيفضل يراقبه وبيعرف خط سيره، وبيروح يستناه في بيت على الطريق اللي هيجي منه فونس مع حراسته. وأول ما كريس بيشوفه بيفجر عربية الحراسة بتاعته بالأربجي وبيقتلهم، وبينزل بعدها يموت باقي طقم الحراسة بتاعه وبيركب العربية معاه مساء الفل يا عم فونس، وبيخطفه وبيروح بيه تحت جسر علشان محدش يشوفهم. وبيربط فونس بالعربية من إيديه وهوب بيحط قنبلة في التوتة وقال له: قدامك 5 دقايق تعرفني فيها كل المعلومات اللي انا عايز اعرفها. فيقول له فونس: انت مش عارف انا مين؟ قال له: انا كل واحد اربطه يقول لي انت مش عارف انت بتكلم مين؟ مين يعني؟ فيقول له: انا زعيم رابطه الهارمن داد، وانا اللي بخطط لكل عمليات الخطف وكمان بسرق الفلوس الفديه. قال له: سمعني وشجيني وايه كمان؟ فيعرفه ان الفديه اللي دفعها صامويل كانت 2.5 مليون دولار بس، والمفروض يكونوا 10 مليون. وبيقول له ان جوردن المحامي بتاع صامويل هو اللي حط الفلوس في العربيه واكيد هو اللي سرق باقي الفلوس. فيقول له كريس: حلو قوي الكلام ده، انا مش عاوز اعرف معلومات اكتر من كده. قال له: طب والقنبله؟ فيقول له: ابقى سلمني على اصحابك. وهوب بتنفجر القنبله لما الوقت بيخلص وبيموت فونس. وبيروح كريس لبيت المحامي جوردن بس بيلاقي مقتول في حمام السباحه، فعلى طول بيفتش في بيته وبيلاقي ورق فيه تحويلات بنكيه من صامويل وبتكون ب 2.5 مليون دولار. وهنا كريس بيجمع كل الحوار والمفاجاه لما بيعرف ان صامويل هو اللي خطف بنته وكان مخطط لكل حاجة مع المحامي جوردن. فبيروح لصامويل في بيته وبيواجهه بالحقيقة قدام ليزا، فقال له: أيوة أنا اللي عملت كل ده، وطلبت من المحامي جوردن يخطف بنتي واديله 2.5 مليون دولار، وعملت كده علشان أخد فلوس التأمين وأقدر أدفع الديون اللي عليا، والمفروض إن جوردن وعدني إنه هيرجع بنتي بيتا بعد يومين، بس هو خني وبعني، وعلشان كده رحت له البيت وقتلته. فساعتها كريس بيطلب من صامويل يقتل نفسه بالرصاصة اللي كان محتفظ بيها، ويقول له: الرصاص دايما بيقول الحقيقة. فبيمسك صامويل المسدس وضرب النار والرصاصة بتقتله. وقتها المحقق ميجان بيعرف مين بيحول الفلوس للفيزا بتاعت الحارس، وبيقدر يعرف شكل الراجل الملقب بالصوت وكمان بيعرف عنوانه. فبتبعت الصحفية مارينا كل المعلومات لكريس اللي على طول بيتحرك ويروح لهناك، ولكن ما بيلاقيش الراجل الملقب بالصوت وبيلاقي مراته وابنه بس. وقتها اخو الصوت بيوصل، واول ما بيشوف كريس بيضربه بالنار في صدره وبيهرب، لكن بتخبطه عربيه وهو بيهرب، وساعتها كريس بيمسكه وبيدخله البيت تاني وبيهدد مرات الصوت انه هيقتل اخوه لو معرفش ازاي بتتواصل مع جوزها. فتخاف وتقول له: انا هقول لك كل حاجه. وتعرفه ان اسم جوزها الحقيقي دانيال، وانها لما بتكون عاوزاه بتتصل بيه على رقم خاص، فبيامرها كريس تتصل بيه حالا
فتقوله ان الشبكة هنا ضعيفة، فبيطلعوا كلهم على سطح البيت وبيخليها تتصل بيه، واول ما بيرد بيكلمه كريس وقال له عيلتك معايا وانت لو ما جيتش حالا هقتلهم واحد واحد، وقال له خد اخوك عايز يقولك حاجة. وهوبي بيفرتك ايديه بطلقة بالبندقية، واخوه بيفضل يصرخ فيقول له الصوت انا هعمل معاك اتفاق تسيب اخويا وانا هسيب البنت. فبيتصدم كريس ويقول له اي بنت، فيعرفه الصوت ان بيتا لسه عايشة. فقال له كريس لو هي عايشة اسألها عن اسم الدب بتاعها، فبيروح يسألها الصوت وبيقول له ان اسم الدب بتاعها كريس، فبيفرح وبيعرف ان بيتا لسه عايشة، وبيطلب منه الصوت يسلم له اخوه وحياته في المقابل، وده لو عايز يشوف بيتا تاني، فيقول له موافق. وبعدها بيتصل كريس بليزا وهو رايح للمكان اللي هياخد منه بيتا، وعرفها ان بنتها لسه عايشة وبيطلب منها تقابله هناك. وبيوصل كريس وبيقابل ليزا وبيقول لها انها ترفع اخو الصوت بالبندقية وما تسلمهوش غير لما تشوفه بياخد بنتها الاول. وبعدها بيتحرك وبيطلع على الجسر علشان يقابل العصابة، وهنا بيشوف بيتا لسه عايشة وبتجري عليه وبتحضنه وهي بتعيط، فكريس بيسلم عليها وبيطلب منها تروح لامها وبيودعها. وقتها ليزا بتسيب اخو الصوت يمشي وبيتا بترجع اخيرا لامها، ولكن بيكون في قناص مصوب بندقيته على كريس لحد ما يروح لهم، واول ما بيوصل بياخدوه معاهم في عربيتهم وبيتحركوا على طول، لكن كريس بيكون نزف كتير من الطلقه اللي اخدها من اخو الصوت، وللاسف بيموت وهو معاهم. وفي اخر مشهد المحقق ميجان بيقدر يوصل للصوت بعد ما تعاقب اتصاله مع كريس لما كانوا بيتكلموا، وبيقتله بدون اي محاكمه. وبكده بيخلص الفيلم. لو عجبك الملخص اخبطنا اللايك واشترك في القناه علشان يوصلك كل بهريز الافلام، وسلام يا صديقي.